عشان اشوف هل بيتحسن ولا ما بيتحسنش. ومش بس كده، الهدف الثاني من المونيتورنج ان احنا هنعرف ان الدواء ده بيعمل مشاكل كتير، لازم برضو نعمل لها ايه؟ مونيتورنج. طيب ايه بقى المونيتورنج اللي بعمله؟ اولا كل شهر بجيب العيان يعمل وظائف كبد، انزيمات، ويعمل سي بي سي، صورة دم. هنعرف صورة الدم ليه كمان شوية، عشان خاطر الدواء ده بيعمل ثرومبوسيتوبينيا، الانترفيرون بيعمل ثرومبوسيتوبينيا وبيعمل ليوكوبينيا، يبقى لازم على المدى الطويل اخليه يجيلي يعمل صورة دم، علشان لو بدأ يخش في السيفير ثرومبوسيتوبينيا او ليوكوبينيا ابدا اوقف الدواء او اقل الدوز. معايا يا دكاترة؟ يبقى اذا كل شهر هيجي يعمل وظائف كبده ويعمل صورة دم، وكل 3 شهور يجيلي اعمل له فايرال ماركر عشان اعرف هل بيتحسن ولا ما بيتحسنش. يبقى اذا انا بعمل ايه؟ العيان ده بيجيلي كل شهر صورة دم ووظائف كبد، وكل 3 شهور يجي يعمل فايرال ماركر. معايا ولا ايه؟ طيب بعد كده اقلب الصفحه تلاقي مكتوب عندك حاجه اسمها سيكونس اوف بايوكيميكال اند كلينيكال امبروفمنت. اشطب عليها، اشطب السيكونس دي، هتلاقي مكتوب في الصفحه اهي. يبقى السيكونس اوف ايه؟ اشطب السيكونس دي. طب خش بقى اللي بعدها، يعني السيكونس دي عاليه شويه، اشطبها مالهاش لازمه. اللي بعدها برضه يعني ايه؟ حته عاليه شويه بس مهمه، يعني حلوه في بطنه الاطفال، اكتبها هنا وهنا، كلام نظيف يعني. حاجه اسمها البيشنت سيلكشن كرايتيريا او فاكتورز اسوشيتد وذ هاي ريسبونس ريت. يعني انا عمال اقول لك الدواء ده هنمشي عليه شهور هيكلفه الافات، يبقى منطقي ان مش هديه لاي حد، انا مش هديه الا لواحد انا متاكد ان هو هيستفيد منه. هو مش معقول هغرمه الافات وانا عارف من الاول ان هو مش هيستفيد، انا بستعبط صح؟ طب ايه بقى اللي بيخليك تقول ان العيان ده هيستفيد من الانترفيرون او مش هيستفيد؟ يعني ايه هي البيشنت سيلكشن كرايتيريا؟ اكتب جنبها بين قوسين كده بيشنت سيلكشن كرايتيريا، جنب الفاكتورز اكتب بيشنت سيلكشن كرايتيريا. بصوا يا كابتن، انا هسالك وانت اللي تجاوب. اول حاجه دلوقتي انا لما اجي ادي انترفيرون، انت تفضل تكون الليفر انزيمز عاليه ولا واطيه؟ واللي يقول كذا يقول لي، واللي يقول كذا يقول لي. انت تفضل تكون الليفر انزيمز عاليه ولا واطيه؟ عاليه. ولا واطيه؟ معناه ان الليفر صح شغال. اذا كانت الليفر انزيم ما هو الا افراز من الليفر، افراز من الليفر سيل، رياكشن من الليفر سيل للانفلاميشن، ده رياكشن من الليفر سيل للفيروس. طول ما في انزيمات موجوده في الدم معناها ان الليفر لسه بيستجيب وان الليفر لسه شغال. وكل ما تكون الانزيمات اعلى معناها ان الليفر فيه اكتيفيتي اعلى، يعني لسه في امل، الليفر شغال. على عكس لما يجي لك عيان الانزيمات واطيه خالص، انزيمات واطيه معناها ان الليفر بدا يخش في سيروز، بدا يخش في ايه؟ في سيروز. يبقى اذا انا اول حاجه افضل ان الانزيمات تكون ايه؟ تكون عاليه. الاي ال تي يكون اعلى من 100. يبقى انا افضل ان يكون الاي ال تي اكتر من كام؟ اكتر من 100. ادي اول حاجه. طب ثانيا انت تفضل يكون الانتي بودي في الدم، الانتي بودي اللي الجسم بيعمله، عالي ولا واطي؟ اكيد عالي. ما هو وجود انتي بودي عالي في الدم معناها ان لسه المناعه شغاله وان انا ينفع اشتغل عليها بالانترفيرون، ما هو الانترفيرون هيقويها زياده. حلو الكلام. يبقى انا افضل ان الاتش اتش بي سي، اي جي ام واي جي يكونوا ايه؟ يكونوا عاليين في وقتهم. يبقى الانتي بودي يكون ايه؟ يكون عالي. طب ثالث حاجه انت تفضل الفيروس بقى شخصيا، الفيروس يكون موجود في الجسم بكميات كبيره وبيعمل اكتف ريبليكيشن ولا يكون هادي؟ يكون هادي. وكل ما يكون الفيرال انفكشن اعلى كل ما احتمالات الاستجابه للانترفيرون هتكون اقل. معايا يا دكاتره؟ طب انا ازاي اعرف ان الفيروس ما هوش عنيف قوي، ان هو مش شغال ما بيعملش اكتف ريبليكيشن؟ اولا هبص على الار ان ايه او الدي ان ايه بتاع الايه؟ بتاع الفيروس. يبقى اول حاجه هبص على الاتش بي في دي ان ايه. طبعا دي ان ايه الفيروس يعتبر هو الفيروس شخصيا، وكميه الدي ان ايه دليل على كميه الفيروسات اللي في الدم. يعني كل ما هيكون الاتش بي في دي ان ايه اكتر كل ما معناها ان الفيروس عمال يعمل ريبليكيشن وان عدده اكبر. حلو الكلام. يبقى انا افضل ان يكون الاتش بي في دي ان ايه كميته قليله، اقل من 100 ديكو جرام على الملي. يبقى اقل من كام؟ من 100 ديكو جرام على الملي. احنا خدنا الرقم 100 مرتين، ان يكون الاي ال تي اعلى من 100 يونت على الملي، وان يكون الدي ان ايه اقل من 100 ديكو جرام على الملي. حلو الكلام. طب في كمان حاجه علامه على الفيرال ريبليكيشن، في عندي كمان حاجه علامه على الفيرال ريبليكيشن. ايه؟ الفيروس لما بيجي يعمل مالتيبليكيشن بيطلع بعض الميتابولايت،
الفيروس بيطلع بعض الميتابولايت منها بروتينات، بروتينات اسمها بري اس 1 وبري اس 2 بروتين، طلعها خلاها بري، بي ار اي، خليها بري مش بير. يبقى البري اس 1 والبري اس 2 دول عباره عن بروتينات او عباره عن ميتابوليك برودكت بتطلع من الريبليكيتنج فيروس. بتطلع منين؟ من الريبليكيتنج فيروس. يبقى انت متوقع ان كل ما البروتينات دي تكون اعلى في الدم كل ما معناها ان الفيروس بيعمل ريبليكيشن. يبقى انت تحب ان البروتين ده يبقى عامل ازاي؟ قليل في الدم، صح ولا غلط؟ يبقى احنا نفضل ان يكون البري اس 1 والبري اس 2 بري اس 2 قليل في الدم. طب اخيرا تفضل لما اخد بايوبسي من العيان، لما اخد منه بايوبسي الاقي عنده انفلاميشن ولا سيروزس؟ انفلاميشن. ده السيروزس كونترا انديكيشن لمين؟ للتطبيب. يبقى عندي في كذا خاصيه، خمس خواص هم يخلوك تقول ان العيان ده هيستفيد من ايه؟ من الانترفيرون. وكل ما كانت الخواص دي متوفره كل ما احتمالات الاستجابه تكون اعلى. ده ايه؟ المفروض الخواص ده كان في الكل مش اكيوت. يكون طبعا الكي دي برضه قليل طبعا، كنت هتلاقيه قليل مش زايد قوي. معايا دكاتره؟ يبقى انا كده قلنا ايه؟ قلت عندي اللي هو البيشنت سيلكشن كرايتيريا، دي الحاجات اللي ببص عليها، دي اللي بعتمد عليها. يبقى في اثنين زايدين، ايه اللي زايدين؟ ليفر انزيم عالي وايه كمان؟ والانتيبودي عالي. طب ايه اللي واطي؟ الدي ان ايه واطي والبري اس 1 واس 2 بروتين واطي. لما اخد بايوبسي ايه اللي الاقيه؟ اكتف انفلاميشن. حفظتوا الكلام ده؟ يبقى في اثنين عالي واثنين واطي والبايوبسي. البايوبسي الاقي فيها ايه؟ اكتف انفلاميشن. فاهمين الكلام ده؟ جميل قوي. طب عايزين نعرف الريسبونس ريت لمين؟ للانترفيرون. عاوزين نعرف ريسبونس ريت للانترفيرون. بصوا يا دكاتره، دايما او لقينا ان عيان الهيباتيتس سي بيستجيب احسن لمين؟ للانترفيرون. يعني ثلث حالات الهيباتيتس بي اللي خدوا انترفيرون استجابوا، ثلث الحالات في الهيباتيتس بي بتستجيب، انما في الهيباتيتس سي نص الحالات بتستجيب. يبقى الاستجابه احسن في مين؟ في السي، لان البي ثلثهم بيستجيب انما السي نصهم بيستجيب. بس في مشكله مشهوره مع السي، ان النص اللي استجابوا دول انا قلت لك 50% استجابوا، كمان كام شهر بيحصل نصهم ريلابس. يعني مش في 50% استجابوا، 25 منهم كمان كام شهر بيحصل لهم ايه؟ ريلابس. يبقى اذا الهيباتيتس سي نصهم بيستجيب ولكن بعد كده نصهم بيحصل فيهم ريلابس. ده اللي هو ريسبونس ريت مين؟ للانترفيرون. طب اخيرا بقى عاوزين نعرف ايه السايد افكت وايه الكونترا انديكيشن لمين؟ الانترفيرون. السايد افكت اول حاجه ان الانترفيرون، بصوا دكاتره، بيعمل ثرومبوسيتوبينيا، ودي اكثر حاجه فيه. الانترفيرون بيعمل ثرومبوسيتوبينيا وليكوبينيا. يبقى ايه الكونترا انديكيشن؟ لو من الاساس هو عنده ثرومبوسيتوبينيا جامده، خد بالك ان الهيباتيتس ساعات بتعمل ابلاستيك انيميا. مش قلنا من اكسترا هيباتيك مانيفستيشن ان ممكن يحصل ابلاستيك انيميا؟ فلو هو جاي لك اساسا ابلاستيك اديله انترفيرون هتدمره، ما ينفعش. لازم اظبط له الاول البون مارو وبعدين ادي له انترفيرون. طب ثانيا انترفيرون على المدى الطويل لو بيعمل ديبريشن، يبقى اذا ما ينفعش ادي له واحد اساسا عنده ميجور ديبريسيف النس، عنده اصلا اكتئاب، مش كده هتدخله في السوسايدال اتمبت. يبقى اذا ايه؟ ما يتاخدش في واحد اساسا ديبريس. طب ثالثا الانترفيرون بيعمل حاجه مشهوره اسمها انفلونزا لايك مانيفستيشن. دايما العيان اللي بياخد انترفيرون يقول لك انا بكح ومناخيره بتسيب وساعات بيسخن سخونيه خفيفه، شبه مين؟ شبه الانفلونزا. دي اسمها ايه؟ انفلونزا لايك مانيفستيشن. تعرفوا دوت تاني بيعمل برضه انفلونزا لايك مانيفستيشن؟ الله قلناها قبل كده. في دواء تاني برضه السايد افكت المشهوره بتاعته انفلونزا او فلو لايك مانيفستيشن. مين؟ كان في التي بي. ريفامبيسين. ريفامبيسين بيعمل برضه انفلونزا لايك مانيفستيشن. مفيش غير دول في الادويه، هم دول بس اللي بيعملوا انفلونزا لايك ايه؟ مانيفستيشن. يبقى الدواء ده بيعمل ايه؟ بيعمل انفلونزا لايك مانيفستيشن. معايا يا دكاتره؟ طيب يبقى كده قلنا كونترا انديكيشن. اسمعوا يا دكاتره، كونترا انديكيشن انا ما ادوش امتى؟ ما ادوش لو في ثرومبوسيتوبينيا، ما ادوش امتى؟ لو في ديبريشن، ما ادوش لو من الاساس كان عنده سيروزس. لو في سيروزس يبقى من الاساس كونترا انديكيتد، اديه لايه؟ بتغرمه على الفاضي. ما يتاخدش لو في ايه؟ سيروزس. زود كمان كونترا انديكيشن، ما اديهوش في الاوتو اميون هيباتيتس. ما اديهوش في الاوتو اميون هيباتيتس. الانترفيرون بتاع فيرال هيباتيتس. الانترفيرون بتاع فيرال هيباتيتس. ما ينفعش اديه في اوتو اميون، طب ليه؟ ايه؟ على ايه؟ على الفيروس لا غير الفيروس.
ايوه، لان الانتروفيرون بيقوي الاميونيتي، فهيقوي من الاوتو اميون ريسبونس، يعني هيزود المانيفستيشن، يبقى كونترا انديكيت في مين؟ في الاوتو اميون هيباتايت. معايا يا دكاتره؟ فاهمين الكلام ده؟ انا كنت مريت سؤال ام سي كيو بيجي لكم في البصمه بتاع ال ان ايه فاكينه؟ لقيته في الاوتو لكن ما رضوش هناك. قلت لهم جه قبل كده سؤال في الكيميكال باثولوجي السنه قبل اللي فاتت تقريبا، جه قال لهم بوزيتيف، انا بوزيتيف انا موجود فين؟ ايه ان ايه؟ السيستميك لوبس في مين؟ وفي الروماتويد، ما كناش عارفين الثالثه اللي هي كرونيك اوتو اميون هيباتايت. يبقى ثلاث حاجات معاهم بوزيتيف انا، الايه؟ سيستميك لوبس، وثاني حاجه روماتويد ارثرايتس، وثالث حاجه كرونيك اوتو اميون هيباتايت. الانتيبودي اللي اسمه انا انتي نيوكلير انتيبودي موجود في ثلاث حاجات، سيستميك لوبس وروماتويد وايه؟ وكرونيك اوتو اميون هيباتايت. لازم يبقى ايه؟ ما هو شوف اقول لكم الفيروس شغال، ما هو كده كده الفيروس شغال، ما انا مديهاش فيروس، هو قصده كلمه فيروس شغال ايه؟ كرونيك اكتف هيباتايت مش بريزيستنس، بيستجيب احسن. معايا؟ انا كاتر العيان انت كمان انا باثولوجي نوعين، كرونيك اكتف وكرونيك بريزيستنس، الكرونيك اكتف بيستجيب احسن من بريزيستنس. معايا؟ يبقى احنا كده قلنا ايه؟ اصل خدي بالك ان انا بقول لك ان الدواء بيمنع الفيرال ريبليكيشن، يعني هو عاوز ريبليكيتنج فيروس يشتغل عليه، بس طبعا انا مش عاوز يكون فيروس فيري اكتف ريبليكيتنج وصح في الجسم، طب ما ده يعمل معايا ايه؟ انما انا عاوز فيروس ما يكونش دورمنت برضه، يعني ريبليكيتنج بس مش عامل مانيفستيشن جامده يعني. معايا يا دكاتره؟ يبقى كده قلنا ايه؟ قلت عندي اللي هو الانترفيرون. طب في بقى ادويه ثانيه ناخدها في ثانيه كده بسرعه، في حاجات ثانيه بيدوها، يعني حاليا في دواء جديد اسمه لاميوفيدين. لاميو فيدين، صلحت اسمه عندك، لاميو فيدين، لاميو فيدين عارفينه؟ اسمه في الصيدليه زفاك، زفاك في الصيدليه، عارفين زفاك؟ زفاك ده محترم جدا جدا جدا، وبرده الى حد ما مع التنتصيرهم بيعمل اكشن كويس. معايا يا دكاتره؟ يبقى اللاميو فيدين، بس خد بالك لاميو فيدين اخصائي بيه بس، لاميو فيدين اخصائي بيه، يعني بيشتغل على الاتش بي في فقط. معايا يا دكاتره؟ يبقى عندي كده اسمه ايه؟ لاميوفيدين، ده كويس في علاج مين؟ الهيباتيتس بي. طب في كمان دواء ثالث ريبافيرين، ريبافيرين برضه دواء كويس وينفع اديه في علاج الهيباتيتس سي. هو احنا خدنا ريبافيرين ده قبل كده؟ كان في علاج مين بقى بالصلاه على النبي؟ صلاه على النبي كده يا لعبك، الاكيوت برونكولايتس، عشان كان بيموت الفيروس اللي اسمه ريسبيراتوري سينسيشال فيروس، صح؟ يبقى اذا ريبافيرين برضه اكتب على مين؟ على الهيباتيتس سي فيروس، اكتب على الهيباتيتس سي فيروس. معايا يا دكاتره؟ طب بعد كده ساعات بيدوا دواء اسمه ايرثو ديوكسيكوليك اسيد، برضه الايرثو ديوكسيكوليك اسيد بيقوي برضه من المناعه، ودايما بديه مع الانترفيرون مش لوحده، يعني هو ادجوفان للانترفيرون. يبقى ساعات بعمل ايه؟ كومباينيشن من الايرثو ديوكسيكوليك اسيد مع الايه؟ الانترفيرون الفا 2. طب بعد كده حاليا في حاجات جديده، حاليا في العلاج في ادويه جديده زي حاجة عملوها اسمها موديوليتد انترفيرون. موديوليتد انترفيرون الهدف منه انك بتدي دوز اقل بفريكونسي اقل لفترة اقل، يعني بياخد ثلاث شهور بس، حقنة كل اسبوع او كل اثنين ويخف، بس طبعا هو لسه اندر ترايل، ده اسمه ايه؟ موديوليتد انترفيرون. الدكتور احمد عبد الله جايب بقى كلمتين على الطب الطبيعي والكلام ده، قال لك ان حاليا اندر ترايل برضه العلاج بالعسل بقى والعلاج بالنباتات الطبية والكلام ده، وطبعا سمعته قريب عن العلاج ببول الجمل، طبعا علاج اكيد ومفيش فيه كلام، ببول الجمل ما بيضحكوش، ده جاي في حديث، ده حديث طبعا رسول. وبعدين حتى غير الناحيه الدينيه اتجرب وعامل نتائج هايله ملوش حل يعني. يا دكاتره حاجه اسمها ببول الجمل، انواع معانا من الجمال. معلش الدكتور ده لوسينا بالليمون او الدكتور ده في شهير مش قليلين، لما يبعت عيان يئس منه انه يروح يتعالج ببول الجمل ويتعالج، لما يكون عيان الاسبرين بتاعته في الامبلايكر ويبدا يتعالج ببول الجمل وبلبن الابل يتعالج عليه بقالوش شهر ولا اثنين والاسبرين يوصل لهم الصيد، يبقى الموضوع فيه كلام يعني، فاهمين قصدي ايه؟ وبعدين ما دام جاي في حديث انت بتتكلم في ايه؟ خلاص يعني ايه؟ انا قصدي يعني حكايه ان ببول الجمل علاج الحاجات اللي في الكبد وكده، انت جاي في حديث معايا دكاتره. المهم الحاجات دي كلها اندر ايه ترايل، انما طبعا ده ما يخليكش بقى تقول طب ما في كمان علاج بالحمامه، علاج بالحمام جوز حمام بالصلاه على النبي برضه وتحطهم على، شفتوا اللي كان بتيجي في التلفزيون
ويجيب لك المعالج بتاع الحمام ويجيب الحمام ويحطها على بطن العيان ويقعد يقرا كانه بيحضر عفريت وقال ان 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 وساعات تلاقي الحمامه ماتت ويقول لك الراجل اتحسن ولو جيت بقى تحلل الحمامه يطلع عندها هيباتايتس لان هي خلاص شفطت الهيباتايتس من العيان بلعته يحطوها الامبرايكس تروح شفط الهيباتايتس من الامبرايكس اه وطبعا هو لازم حد عزيز حد العزيز برضه بيعاد كل حاجه شغاله اليومين دول شغال شغال او حبه البر كل الحبات شغاله اي حبه هتشتغل معاك يعني يلا يا كابتن يبقى انا كده قلنا ايه قلت عندي اللي هو العلاج بتاع الكرونيك فايرال هيباتايتس ركز معايا بقى تاني حاجه علاج الكرونيك رجاله مفيش كلام علاج الكرونيك اوتو اميون هيباتايتس لو في عيان اوتو اميون هيباتايتس هيتعالج بايه انت متوقع ايه ايمونو سبريسز مش محتاجه مخ يعني هياخد اميونو سبريسز بنديله يا اما بريدنيزون يا اما بنديله ازاثيوبرين انتوا عارفينه اميوران اسمه في الاستطلاعات اميوران يبقى الازاثيوبرين او البريدنيزون نفس الجرعه اللي هي الجرعه الثابته للكورتيزون 1-2 مللي جرام على الكيلو جرام بس بيقعد طول عمره ياخد فور لايف بيقعد فور لايف ياخد في الايه في الادويه دي معايا دكاتره خد بالك ازاي هعمل مونيتورنج نفس الكلام اللي قلته في الفيرال هيباتايتس بجيبه يعمل ليفر فانكشن كل شهر واجيبه يعمل ماركر كل 3 شهور بس طبعا هنا مش هيعمل فيرال ماركر لانه اصلا مش فيرال ده اوتو اميون امال يعمل ايه اوتو اميون ماركر اللي هم الانا والاسما واللكم والحاجات دي في الحصه اللي فاتت معايا يبقى هيعمل ماركر كل ايه كل 3 شهور جميل قوي عشان اعرف بس بتحسن ولا بتحسنش طب اخيرا نخش على حاجه اسمها الميتابوليك هيباتايتس ميتابوليك هيباتايتس برضه واضح ان انا قلت عنها كلمتين في مجموعه والمجموعه ما قلتش يعني الحصه فاتت امبارح في ناس قالوا انت ما قلتش الكلام ده هنتكلم شويه عن شويه امراض ميتابوليك انت على كل واحده كده بص يا دكاتره انا بس ايه انا هتكلم كلمتين انا مش عايزك وانت بتقرا في البطنه مثلا او في الاطفال عمال تقرا جوشر ديزيز جوشر ديزيز جوشر ديزيز يعني ايه جوشر ديزيز؟ ليبيد الصقر يعني ايه ليبيد الصقر ديزيز؟ فاهمين اه وفي جوشر سيلز ايوه ايه بقى اللي بيحصل يعني ايه الكلام ده؟ السيستيك فايبروزس يعني ايه هو كده؟ الفا 1 انتريبتين ديفيشنس هو كده؟ لا مش هو كده على الاقل خد فكره الموضوع عباره عن ايه؟ سطر بس كده سطر كلمه في كل واحد يبقى انت بس بتقرا فاهم بتقرا ايه؟ بصلاجي يعني بص يا كابتن ناخد مرض مرض نقول في بقين كده اول حاجه مثلا سيستيك فايبروزس هنتكلم في اول مرض ميتابوليك اللي هو السيستيك فايبروزس زي منار كده حاله منار اه ايه بقى حكايه السيستيك فايبروزس اصلا ايه مشكلته يعني ايه اللي بيخلي ايه المرض ده سببه ايه السيستيك فايبروزس ده مرض هيريديتري مرض هيريديتري طيب مشكلته ايه بقى مشكلته ان العيان ده عنده ميوتيشن في جين اسمه كافتر جين كافتر جين سي اف تي ار سي اف تي ار جين اللي هو سيستيك فايبروزس ترانس ميمبرين ريجوليتور سيستيك فايبروزس ترانس ميمبرين ريجوليتور ده جين طب الجين ده وظيفته ايه؟ الجين ده وظيفته انه بينظم السكريشن في الاكسوكراين جلاند بيعمل ايه؟ بينظم السكريشن في الاكسوكراين جلاند طبعا انتوا عارفين كلمه اكسوكراين يعني ليها داكت يعني زي السليفري جلاند زي السويت جلاند زي البرونكيال جلاند زي الليفر ما هو الليفر جلاند وقلنا الحصه اللي فاتت هو البيجست اكسوكراين جلاند ان ذا بودي هو البيجست اكسوكراين جلاند ايه؟ ان ذا بودي بيطلع بايل في بايل داكت يبقى برضه ايه؟ جلاند وبيطلعها اكسوكراين جميل قوي خدوا بالكم معايا طيب دلوقتي قلت لك بتاع السيستيك فايبروزس عنده مشكله في الجين ده طب لما الجين ده يتضرب انا بقول لك كان بينظم السكريشن لما يتضرب الجين ده يحصل مشكله في الافرازات صح المشكله بتكون عامله ازاي حاجتين الكلور بيتفرز بزياده الكلور بيتفرز بزياده في الافراز يعني والصوديوم والميه ما بتفرزوش بيحصل لهم ريابزوربشن يبقى الديفكت بيمانيفست ازاي؟ ان الكلور بيتفرز بزياده والصوديوم والميه بيحصل لهم ريابزوربشن، حلو الكلام؟ طب لما يكون افراز الجلاند ما فيهوش ميه يبقى عامل ازاي؟ فيسد بتلاقيه ملزق ولما يكون ملزق يبدا يلزق في المكان اللي هو فيه ويعمل اوبستراكشن يعني خدتوه في الشيست على ذمه امفيزيما والصبغه الشفلانج كان بيتفرز ويقفل لك الايه؟ البرونكيول ويديك امفيزيما او ساعات بيديك صبغه الشفلانج وبرونكيكزس معايا يا دكاتره يبقى اذا المشكله ان الافراز هيكون ملزق ومش بس كده والافراز ده الملزق ده بيستك للبكتيريا يعني البكتيريا بتلزق فيه وما تطلعش عشان كده بتلاقي العيان بتاع السيستيك فايبروزس انفكشن ورا انفكشن وابسس ورا ابسس شفتوا منار ليفر ابسس ولانج ابسس وبنكرياتيك ابسس
وفي جلدها ابسس بالهبل، يبقى ايه؟ بيبقى افضل انفكشن بغباوه، لان الافراز الملزق ده بيستكتو بكتيريا، استكتو بكتيريا. فاهمين الكلام ده؟ ده فكره السيستيك فايبروز. بيأثر على ايه؟ اكتر اماكن بنشوفه يأثر عليها، يأثر على اللنج، يأثر على الليفر، على البنكرياس، وعلى الجلد. معايا يا دكاتره؟ دي الاماكن هو ايه بيأثر عليها. طب ازاي اشخصه؟ انا عايزك بقى تعرف، انا عاوزك اللي تعرفه المكتوب عندك بس في المذكره، انا عايزك تعرف اللي مكتوب بس في المذكره، يعني الباثوجينز اللي قلته حطه في دماغك، اقراه لنفسك، لو سألت يبقى انت عارفه، بس في النظري عاوز الكلمتين دول بس، التشخيص والعلاج. ازاي نشخص سيستيك فايبروزس؟ باخد من العيان عينه عرق، سويت ايه سامبل، عينه عرق. طب انا ازاي اجيب منه عرق؟ قلت لكم الحصه اللي فاتت مش هقعد بقى استنى لما يعرق واقعد احط ابص في ايده وحط ابوك يعرق وكده، ولو في الشتاء يذلك يذلك، هات عرق للصبح بقى، ما مش عرق. ده احنا عاملين ايه؟ بنجيب بايلو كاربين ونديله عضل، يبقى بايلو كاربين ده بره بس ميميتك، بيزود الافرازات، واروح مديله ايه؟ عضل، هيبدا يعرق. اخد منه عينه عرق ابعتها المعمل يتشاف فيها الكلور، يتشاف فيها الايه؟ الكلور. الطبيعي ان الكلور بيكون نسبه معينه، الطبيعي النورمال بيكون اقل من 40 مللي ايكوفالنت، بيكون اقل من كام؟ من 40 مللي ايكوفالنت. لو انت لقيته اكتر من 60 شخص سيستيك فايبروزس. ما احنا قايلين سيستيك فايبروزس بيكون فيها الكلور زايد، يبقى لو كان الكلور في العرق اكتر من 60 مللي ايكوفالنت شخص ايه؟ سيستيك فايبروزس. لو كان 40 ل 60 ده ايكوفوكال. بنعيد التست ثاني. معايا يا دكاتره؟ فاهمين حاجه ورا؟ يبقى ورا التشخيص ايه؟ التشخيص سويت كلورايد تيست. سويت كلورايد تيست ده اللي يعني ده اللي ارقام ريفرنس 40 60 حاجه ثابته، ما فيهاش فاريبيلتي يعني. معايا يا دكاتره؟ يبقى كده قلت ايه التشخيص. طب ايه العلاج؟ بنعمله حاجه اسمها جين ثيرابي. شو هيريتري؟ هو مرض وراثي. بنعمله حاجه اسمها جين ثيرابي. طيب ثاني حاجه بعد كده عندي مرض اسمه مثلا الفا 1 انتي تريبسن ديفيشنسي. برضه اتكلمنا عنه المره اللي فاتت. قلت لك ان الجسم فيه حاجه اسمها تريبسن بتكسر في البروتين. انزيم التريبسن ده بروتيز بيكسر في البروتين. بيعاكس معاه في الجسم انزيم اسمه انتي تريبسن. اسمه ايه؟ انتي تريبسن. يبقى المفروض كل تشو فيه بالانس بين حاجه اسمها التريبسن وحاجه اسمها الايه؟ الانتي تريبسن. طب لو واحد عنده مرض وراثي اسمه الفا 1 انتي تريبسن ديفيشنسي، يعني مولود ما عندوش الانزيم اللي اسمه انتي تريبسن، هتلاقي ان التريبسن عمال طايح في التشو وهيحصل وايد سبريد دامج في الجسم. هيحصل ايه؟ وايد سبريد دامج في الجسم. عامه لازم تكون عارف ان الانزيم اللي اسمه الفا 1 انتي تريبسن ده منه 75 فينوتايب. منه ايه؟ 75 فينوتايب، 75 نوع. كل نوع بيحمي تشو معين، كل نوع في الدم بيحمي تشو معين. طب بقول لك الكلام ده ليه؟ بقول لك الكلام ده عشان تعرف ان انا لما اجي اشخص الالفا 1 انتي تريبسن بروح اخد عينه دم، اولا ابص فيها على الكميه التوتال بتاعت الانزيم، هلاقيها ناقصه، هلاقي الفا 1 انتي تريبسن ناقص، اروح مسمي المرض ايه؟ الفا 1 انتي تريبسن ديفيشنسي. بعد ما خلاص شخصته اعمل حاجه اسمها الفا 1 انتي تريبسن فينوتايبنج. حاجه اسمها ايه؟ فينوتايبنج، يعني اعرف انهي نوع من الانزيم هو اللي ناقص، عشان لما هعرف انهي نوع هو اللي ناقص هعرف الافكشن هيكون بالذات في انهي تشو. ما احنا عارفين كل انزيم بتاع تشو معين، كل نوع بتاع تشو. فمين قصدي ايه؟ يبقى اذا انا بعمل حاجه اسمها الفا 1 انتي تريبسن ليفل اند فينوتايبنج. فاهمين الكلام ده؟ معايا يا دكاتره؟ جميل قوي. طبعا المرض ده برضه بيأثر على كذا مكان، برضه منهم اللنج، وبرضه منهم البنكرياس، وبرضه منهم الليفر، بس اشهر مكان بيأثر عليه برضه اللنج. برضه الايه؟ اللنج. الفا 1 انتي تريبسن برضه بيأثر اكتر على اللنج، وخدته في الامفيزيما. خدته في الامفيزيما. معايا يا دكاتره؟ طب بعد كده عندنا مرض مثلا اسمه ويلسون ديزيز. اسمه ويلسون ايه؟ ديزيز. اتكلمنا فيه المره اللي فاتت وقلنا ان ده مرض سببه نقص حاجه اسمها الابو تريولوبلازمين. نقص الايه؟ الابو تريولوبلازمين. بص بقى على السبوره. طبعا حاجات ويلسون في البطن، يعني كونه خطوه في البطن، سمعتوا الكلام ده قبل كده. ويلسون اسم الدلع بتاعه هيباتو لنتيكولار ديجنريشن. ايه اللي بيحصل فيه؟ المفروض طبيعي لما بتاكل كبر بيروح متحمل على بلازما بروتين اسمه ابو سيريولوبلازمين، لما يمسكوا مع بعض بيروح مديك كومبلكس اسمه سيريولوبلازمين. اسمه ايه؟ سيريولوبلازمين. يبقى المفروض الابو كبر كومبلكس يبقى اسمه ايه؟ سيريولوبلازمين.
طيب الابوستروجلازمين ده بيمسك في الكبر بغلاسه، بيمسك فيها تايتلي، ما بيسيبش الكبر للتشو. الكارير ده ما بيسيبش الكبر للتشو وما بيسيبش الكبر لليورين. ما هو طول ما الكبر متحمل على بلازما بروتين عمره ما يتفلتر ولا ينزل في اليورين. طب شوف بقى المشكله، ويلسون ديزيز ده واد مولود ما عندوش البروتين اللي اسمه ابو، ما عندوش الابو ده، ابو ديفيشنسي. طب عشان ما عندوش ابو ما عادش حاجه تشيل مين؟ هو يا دكاتره الصغير بيقول ايه؟ دكاتره رجاله ورا والدكاتره برضه بنات ورا. فانا بقول ايه؟ الناس قاعدين ماسك فيس باركنسونيزم 16 واحد باركنسونيزم ورا. دكاتره فوق معلش خمس دقايق ايه؟ قدام كوريا ورا قدام بيتحط ايه؟ كله بيتحط الموس اللابلتي انما ورا كله ايه المجموعه الاعصاب دي؟ طب انت عن نيورو مش قادر تايم. يلا يا دكاتره انا بقول لك ان الويلسون ديزيز واحد مولود ما عندوش الابو سيروبلازمين، وبالتالي الجسم مش لاقي حاجه يشيل عليها الكبر، وما دام الجسم مش لاقي الكارير الاساسي يروح جايب مين؟ الملطشه الالبومين. ما هو الالبومين هو الملطشه، لما اي حاجه في الدم مش لاقي حاجه تشيلها تركب على مين؟ على الالبيومين. طيب يبقى اذا في الويلسون ديزيز الكبر هيركب على مين؟ على الالبيومين. بس في مشكله ان الالبيومين بيمسك في الكبر ماسكه خيبانه، يعني بيروح اي تشو يسيب في الكبر، يجي عند الكدني يسيب الكبر فري يروح نازل في اليورين. يبقى اذا مشكله الالبيومين انه بيسيب الكبر يترسخ في التشو وبيسيبه ينزل في اليورين. يبقى انت متوقع انك لو خدت بايوبسي من اي تشو، لو خدت بايوبسي من اي تشو هتلاقي الكبر عامل ازاي؟ جوهري انا بقول لك ابدا الريسك انفستيجيشن. انا قلت دلوقتي ايه الانفستيجيشن؟ شفت انا خدت بالك مش فاكر ازاي؟ تاني احنا قلنا ان الالبيومين بيسيب الكبر ينزل في التشو وبيسيب الكبر ينزل في اليورين. حلو الكلام؟ عشان بيمسك في الكبر ماسكه ايه؟ ضعيفه، على عكس الحمل الاساسي. السيروبلازمين كان بيمسك في الكبر جامد، ما كانش يسيبه للتشو ولا يسيبه لليورين، انما الالبيومين بيسيبه. فلو خدت بايوبسي من اي تشو هتلاقي الكبر عامل ازاي؟ عالي. يعني لو خدت ليفر بايوبسي او غيره هتلاقي الكبر في التشو ايه؟ عالي. طب لو جيت ابص على الكبر في اليورين عالي، ما بينزل. طب الكبر في الدم؟ الدم قليل، هتلاقي الكبر في الدم قليل، ما هو اترسب في التشو ونزل في اليورين، يبقى اكيد في الدم هيبقى ايه؟ هيبقى قليل. فاهمين الكلام ده؟ ده اسمه الويلسون ايه؟ ديزيز. انتوا عارفين بيكون فيه اعراض في الليفر، بيكون عنده في العين حاجه اسمها كايسر فليشر رينج، بيكون عنده في الدماغ اكسترا بيراميدال مانيفستيشن، ساعات باركنسونيزم ساعات كوريا اكسترا بيراميدال مانيفستيشن. حلو الكلام؟ يبقى اذا دي مين؟ دي اعراض الاخ اللي اسمه ويلسون ديزيز. طب ايه العلاج؟ بنديله بنسلامين، بنديله بنسلامين عشان بنسلامين ده بيمنع الايه؟ الفايبروز، انتي فايبروتيك، انتي فايبروتيك، فبيمنع احتمالات الايه؟ السيروزز. وثانيا خد بالك معايا، انا المشكله عندي ايه؟ ان الكبر عمال يترسب في التشو، بعمل نفس اللي عملته في الاير. فاكرين في الهيموليتيك انيميا؟ كنت بدي اير لكليتور عشان ما يترسبش. نفس الموضوع هنا، هدي كبر كليتور زي التيتا، يبقى السر ايه؟ كبر كليتور بيمسك في الكبر وبيمنع ايه؟ الترسيب بتاعه. معايا دكاتره؟ فاهمين الكلام ده؟ اقول تاني؟ كلام مفهوم يعني؟ طب بعد كده حاجه زي الجوشر ديزيز، حاجه زي الجوشر ديزيز. جوشر ده واحد من ايه؟ واحد من الليبيد ستورج ديزيز. طب يعني ايه كلمه ليبيد ستورج ديزيز؟ يعني ايه ليبيد ستورج ديزيز؟ بص يا دكاتره، ليبيد ستورج اظن في الباك جراوند كده يعني ليبيد ستورج ديزيز. بص يا دكاتره، المفروض عندك في الدم، افهم بقى معنى الكلمه ايه. المفروض عندك في الدم شويه انزيمات مهمه علشان تعمل لك
ميتابوليزم او ديجراديشن في الدهون اللي بتاكلها علشان تبقى الدهون في صوره مناسبه للتخزين، تتخزن في الطبقه الثانيه وكده. حلو الكلام. يبقى انا عندي انزيمات مهمه جدا علشان تخزين الدهون، انزيمات مهمه عشان تخزين الايه الدهون. الانزيمات دي لو نقصت في الدم، يبقى اكيد الدهون اللي هتاكلها واللي اتمصت ودخلت الدم مش هيحصل لها ايه تخزين، وهتفضل في الدم. ولما الدهون تفضل في الدم بكميات كبيره بتبدا ترصد فين؟ في التشو، ترصد في كل حته، في البون مارو وتبوظه، في الليفر وتبوظه، في الليدفين وتكبره، في الليمف نود وتكبرها، في كل حاجه. لو خدت بالك في البصمه في الديفرنشال اي حاجه يقول لك ليبد ستورج ديزيز، هيباتوميجالي ليبد ستورج، الزوميجالي ليبد ستورج، ليمفادينوباثي ليبد ستورج، لان الليبد بيترصد في كل حته. فاهمين الكلام ده؟ معايا يا دكاتره؟ جميل قوي. طب من امثله الانزيمات دي عندي في انزيم اسمه سفنجو مايلينيز وانزيم اسمه تريبروسيديز. الانزيمين دول لو نقصوا ده اللي بيعمل لك البوشر ديزيز. ما هو اصل الليبد ستورج منه مليون نوع، معايا؟ بس يعني في جوشر، في نايمن بيك، في الهاند كريستال سكولير، في كذا واحد. ايه؟ وفي ريفتمز ديزيز يعتبر من الليبد ستورج. معايا يا دكاتره؟ ريفتم بتاع نيورو يعتبر برضه من ايه؟ من الليبد ستورج. يبقى دي كلها حاجات ايه؟ ليبد ستورج. فاهمين الكلام ده؟ ايه؟ بتحولها لصوره ملائمه للتخزين. يعني التريبروسيديز يكسر التريبروسايد، السينجو مايليز يكسر السينجو مايلين. يلا يا دكاتره اسمعوا يا دكاتره، التريبروسيديز اسمهم باينه، التريبروسيديز بيكسر التريبروسايد والسينجو مايلينيز بيكسر السينجو مايلين. طب لما يكون الاثنين دول ناقصين الدهون دي مش هتتحول للصوره الملائمه للتخزين، وهتفضل في الدم وهترصد في التشو وتعمل لك الجشر ايه؟ ديزيز. معايا يا دكاتره؟ فاهمين الجشر؟ طب تشخيصه ازاي؟ بناخد بايوبسي من البول مارو او من الليفر، بنلاقي فيها خليه بس بنمونيك اسمها جوشر سيل، حاجه اسمها الجوشر ايه؟ سيل. طب خد بالك معايا، يا اما ممكن اعمل انزيم اتاي، صح؟ مش ممكن اشوف كميه الانزيمات دي في الدم؟ لو كانت ناقصه يبقى جوشر. طب ركز معايا كده، ما دام الموضوع ناقص انزيمات يبقى العلاج انزيم ريبليسمنت، ممكن اعمل انزيم ايه؟ ريبليسمنت. فاهمين الكلام ده؟ طب تاني حاجة لو أنت ما قلتهاش يبقى ولا كأنك قلت حاجة، هم عايزين كلمة جين ثيرابي، افتكر إن الجوشر علاجه الأساسي إيه؟ جين ثيرابي، وساعات بيكون مبوظ البون مارو فبعمل بون مارو إيه؟ ترانسبلانتيشن. يبقى إذا ده مين؟ الجوشر ديزيز. أنا عايزك تاخد كلمتين، إن الجوشر هيبقى علاجه جين ثيرابي وكلام من ده، والتشخيص بايوبسي. معايا يا دكاترة؟ طب بعد كده في حاجة اسمها الجلايكوجين ستورج ديزيز، كفايه ولا يعني نقول حاجه في جلايكوجين ستورج؟ ايه؟ ما يبعتش الصفحه ده. طب جلايكوجين ستورج نفس الفكره بالظبط، نفس فكره الليبد. جلايكوجين ستورج ديزيز نفس فكره الليبد، يعني برضه في نقص في انزيمات معينه مهمه علشان الجلايكوجين ميتابوليزم. بص يا دكاتره، جلايكوجين ستورج دي اساسا منها انواع، من تايب 1 تايب 6 على حسب نوع الانزيم اللي ناقص. يعني في كذا انزيم بيكون ناقص، فعلى حسب نوع الانزيم بنرقم طيب 1 طيب 6. اول واحد اكتشف الجلايكوجين ستورج كان واحد اسمه فون جيرك، وراح نسمي طيب 1 على اسمه، فون جيرك ديزيز، ايه؟ ديزيز. المهم خد بالك معايا، فون جيرك ده مثلا ده مشكلته ايه؟ ان عنده نقص في انزيم اسمه الهيباتيك جلوكوز 6 فوسفاتيز، فاكرين بتاع البلاد جيستا بي دي، ما هو نفس الانزيم ده موجود في الليفر. العيان ده بقى بيكون عنده نقص في الهيباتيك جلوكوز 6 فوسفات، طب ايه المشكله؟ هو الانزيم ده كان بيعمل ايه في الليفر؟ مش انت المفروض انت عارف انك لما يحصل لك هايبوجلايسيميا يقوم الليفر واخد باله ويبدا يكسر الجلايكوجين يحوله لجلوكوز عشان يظبط هايبوجلايسيميا. طب ما هو اللي بيحول جلايكوجين لجلوكوز هو الجلوكوز 6 فوسفات. يبقى انت متوقع ان لو واحد مولود ما عندوش جلوكوز 6 فوسفات الجلايكوجين مش هيتحول لجلوكوز وهيفضل يتكون في الليفر. انت واخد بالك ان المرض ده بيأثر بس على مين؟ على الليفر، على عكس الليبر ستورج بيأثر على كل حاجه. يبقى الجلايكوجين ستورج هيأثر لك بس على الليفر، هيعمل لك هيباتو ايه؟ هيباتو ميجالي. وانت متوقع ان العيان ده اخطر مشكله هتقابلنا فيه الهايبوجلايسيميا، انه عايش على طول بهايبوجلايسيميا، ودي مشكله. معايا يا دكاتره؟
جلايكوجين ستورج ملهاش علاج. كل اللي بعمله لها سيمتوماتيك، بعمل لها سيمتوماتيك يعني بياخد حاجه اسمها كورن ستارش ثيرابي، نشا الذره بناكله حاجه اسمها نشا ذره او نشا ذره مستخلص اساسا، يبقى بياخد ايه نشا ذره. طب اشمعنى السكر ده؟ يعني اشمعنى نوع السكر اللي اسمه نشا الذره؟ اكتب جنبه كده تو سستين نورمال بلاد جلوكوز، يبقى تو سستين نورمال بلاد جلوكوز. السكر الستارش النوع ده من السكريات في انزيم في الليفر اسمه جيتي ستابي دي، ده بتاع الار جي كده، وظيفته في الليفر ايه؟ انك لما يحصل لك هايبوغلايسيميا يروح هو مكسر جلايكوجين محوله لجلوكوز. طب لو الانزيم مش موجود الجلايكوجين هيقعد يتكون في الليفر مش هيتحول لجلوكوز، يقعد عمال يتكون يتحوش في الليفر، يروح مديك هيباتو ميجالي ويحصل لك هايبوغلايسيميا وما عادش يتحول لجلوكوز. يبقى العلاج اول حاجه كورن ستارش ثيرابي، ده بالنهار طول النهار بديله كورن ستارش ثيرابي، علشان الكورن ستارش نوع من السكر بيفضل في الدم فتره طويله، يعني بيتحرق على مهله عشان بولي ساكرايد، وبالتالي بيديك ايه؟ وبالتالي بيديك نورمال جلوكوز طول النهار. المشكله في بالليل، المشكله في بالليل هو نايم هيحصل له هايبوغلايسيميا، فبنضطر وهو نايم نحط له انبوبه ميزوجاستريك انفيوجن، يعني قاعد طول الليل بانبوبه وهو نايم وطول النهار بياخد في كورن ستارش. وعامة السرفايفر بتاع الجلايكوجين ستورج مش كتير، بيموت بسرعه يعني. معايا دكاتره ايه؟ ليه بديله جلوكاجون؟ نفس الفكره علشان يعلي الجلوكوز عشان عنده هايبوغلايسيميا. يعني هو بيتاخد في الاطفال الكورن ستارش وبتاع لك بطل ياخد جلوكاجون؟ لا ما بتاخدش جلوكاجون. ايه؟ بيقول لي خمس ميكانيزمات، بيقول لي خمس ميكانيزمات، هو بيزود جلوكوجين اه لما تاخد امينو اسيد جلوكوز، وبرضه ميكانيزمه بيكسر الجلايكوجين. معايا يا دكاتره؟ فهمتوا الكلام ده؟ كده خلصنا حاجه اسمها الايه؟ الميتابوليك ديسوردر. اقلب الصفحه بقى. خش على السيروز. هات السيروز. لا. هناخد كميه منه بس مش كله. من غير ما نفكر بقى. يلا يا دكاتره. عاوزين نعرف السيروز بقى يعني ايه؟ يلا يا دكاتره. السيروز. بتهيألي انت انتوا خاتمين واخدين في بطن السيروز بغباء والليفر سيل فيلير والكلام ده محفوظات، يعني كل ما حد يخش مش لاقي حاجه يشرحها يشرح ايه؟ ليفر سيل فيلير في راوند في درس في اي حاجه بيديك ليفر سيل فيلير ليفر سيل فيلير هكذا كنا حافظها يعني بغني فيها شويه احنا كمان مش معنى انا يعني خد بالك معايا. سيروز يعني ايه كلمه سيروز؟ سيروز ده عباره عن ديزيز بيأثر على الليفر بارينكما، ديزيز بيأثر على الليفر ايه؟ بارينكما، بيكون كاركترايزد باي كاركترايزد باي نكروزس وفايبروزس مع ريجنريتنج، او الكلمه اللي تعباكم كاركترايزد باي ريجنريشن وريجنريتنج نديول مع لوسس اركتكتشر. انتوا حافظين نفس التعريف والمص؟ والله هو نفس التعريف، والله نفس التعريف بالظبط. اكتب اللي يعجبك. يبقى كاركترايزد باي ريجنريشن وريجنريتنج نديول وفايبروزس ولوسس اركتكتشر. مش انا خدتكم بطنه؟ ما هو صح، هو ده نفس التعريف اساسا. معايا يا دكاتره؟ طيب عندي بقى في حاجة اسمها classifications of cirrhosis. عندي في تقسيمات للcirrhosis. ايه بقى التقسيمات دي؟ أول تقسيمة عندي anatomical classification. أنتوا عارفين إن الcirrhosis بقول لك بيتكون فيه نوديول، يعني الليفر بيبقى نودولار، يبقى إيه؟ نودولار. طب إحنا بالألترا ساوند بنبص على حجم النوديول، بنبص على إيه؟ على حجم النوديول. خد بالك معايا. ساعات بيكون حجم النوديول كبير، أو هسميها ماكرو نودولار. او لو كان حجمها صغير نسميها مايكرو نودولار. هو ده كده معايا كام؟ انتوا عارفين المفروض يبقى في ماكرو نودولار وفي مايكرو نودولار، وساعات بتلاقي ميكسد يعني حبه كبار وحبه صغيرين، او هسميها ميكسد ايه؟ سيروز. معايا ده كده؟ طب بعد كده التقسيمه الثانيه تقسيمه هيستولوجيك او باثولوجيك، يعني تقسيمه عملتها لما خدت ليفر بايوبسي، ودي مهمه قوي قوي ركز معايا فيها. التقسيمه مهمه وفيها سؤال كلينيكال مشهور قوي، خد بالك معايا. انا عندي السيروزس حسب مكان وجوده، مش احنا متفقين ان السيروزس عباره عن فايبروزس على حسب مكان الفايبروزس، يعني لما خدت بايوبسي لقيت الفايبروزس موجود في مكان معين من الليفر رحت مقسمها تقسيمه ايه؟ باثولوجيك. قلت ان اول نوع اسمه بيري بورتال، بيري بورتال او بندلعه نسميه بيليامين، يبقى بيري بورتال او بندلعه نسميه ايه؟ بيليري سيروزس. يعني ايه بيري بورتال؟ خد بالك من اسمه، هو بيليري
لما يكون في بيليري اوبستراكشن يروح البايل ايه يركن. طب البايل هيركن فين؟ تركن فين؟ في البوكتال تراك في الدكتيور اهو. فاكر الكلام ده؟ يعني هتلاقي ان البايل متكون هنا، البايل متكون في البوكتال تراك، وهتلاقي ان السيروز برضه ايه؟ السيروز حواليه موجود فيه وحواليه، فنسميها بيري بورتال او بيلياري سيروز. يبقى انت لما تشوف ان السيروز بيري بورتال او ساعات بنسميه بريفرال، يبقى اذا ده ايه؟ بيلياري كوز. يبقى انت خمنت السبب، العيان ده عنده سيروز عشان في حاجه بيلياري، في مشكله بيلياري. معايا يا دكاتره؟ طب تاني حاجه، النوع الثاني حاجه اسمها الكاردياك سيروز، مش مع الهارت فيلير بيحصل حاجه اسمها ليفر كونديشن، وفي النهايه بيحصل كاردياك سيروز. ايوه الكارديك سيروزس ده بقى بيكون مكانه فين؟ بيكون سنترال سيروز. يعني ايه سنترال؟ يعني حوالين السنترال ارتريول، حوالين السنترال ايه؟ ارتريول، فنسميه سنترال سيروز. يبقى لما الاقي السيروز سنترال يبقى ده كارديك كوز، لما الاقي السيروز بريبورتال يبقى ده ايه؟ بيليال كوز. يا اما ساعات بتلاقي السيروزس متنطور ملوش توزيعه، يحصل امتى؟ في حاجه اسمها البوست نيكروتيك سيروزس. بص معايا على السبوره، يعني ايه بوست نيكروتيك؟ بصوا كده، ده الليفر اهو، ده الليفر معايا. الليفر حصل فيه نكروز لاي سبب، اي انفلاميشن، حصل فيه نكروز في اي مكان كده لاي سبب، انفلاميشن، دراج، اي حاجه، حصل نكروز فين؟ في الليفر. النكروز الاماكن دي الفوسفايف نكروز دي هيحصل فيها سيروز، فهتلاقي السيروز كده اهو يعني متنطور باتشي ملوش توزيع، ده نسميه بوست نكروتيك ايه؟ سيروز. يبقى في حاجات لها توزيع بريبورتال وكارديك، في حاجات مالهاش توزيع اللي هي مين؟ دي. فاهمين الكلام ده؟ طب التقسيمه الثالثه تقسيمه هامه قوي قوي قوي، اللي هي ايتيولوجيك كلاسيفيكيشن. ايتيولوجيك كلاسيفيكيشن، بس قبل ما اخش في الكلام ده في سؤال كلينيكال مشهور ده برضه في البطنه، خد بالك معايا، لما تخش الحاله اسايتس الدكتور في الكلينيكال يقول لك مش الاسايتس ده احتمال يكون هيباتيك كوز او احتمال يكون كاردياك كوز، صح؟ الليفر ديزيز بيحصل معاها اسايتس، والارت فيلير بيحصل معاها اسايتس، صح ولا غلط؟ يروح قايل لك طب هاوس ديفرنشيت في الحاله ازاي تحلف وتتاكد ان ده ليفر ديزيز او كاردياك ديزيز؟ اه طبعا من الكلينيكال في كذا حاجه، يعني نشوف الايديما الاول ولا الاسايتس. لو ايديما الاول وبعدين اسايتس يبقى قلب، لو اسايتس بعدين ايديما يبقى ليفر. هيقول لك لا ما تعرفش اسمها اسايتس بريكوب كونجست نيجرين، صح؟ دي حاجات من الحاجات التفرقه، ماشي معاك. ايه بقى الحاجه اللي احلف بيها؟ ليفر بايوبسي. ليفر بايوبسي، ليفر بايوبسي لما هاخدها ابص فيها على السيروز، لو لقيت السيروز سنترال يبقى ده خارج الكوز، لو لقيت ان السيروز بريفرال او بريبورتال يبقى ده هيباتيك كوز، يبقى ده هيباتيك ايه؟ فاهمين الكلام ده؟ الحاجات دي محفوظات تحفظها كده معايا يا دكاتره؟ فاهمين الكلام ده؟ ماشي. بص نيكروتيك الليفر كان فين الكود؟ بسبب انفلاميشن، بسبب دراج، هو عارف فين الكود؟ في الصيف من الكود، وحصل فيها سيروز في الاماكن دي كده، حصل فيها ريجنريشن يعني، راح نديك جوع في الكود. معايا دكاتره فاهمين الكلام ده؟ جميل قوي، ركزوا معايا. طب بعد كده هنخش على ايتيولوجي كلاسيفيكيشن، ده السؤال اللي بيجي يقول لك ايتيولوجي اوف سيروز، ايتيولوجي اوف سيروز، ايه هي اسباب السيروز؟ ركزوا معايا بقى. اسباب السيروزس هيطلعوا في ثلاث امراض، بص كده معايا على السبوره، هيطلعوا في ثلاث امراض، ان هو عنده انفكشوس مونو نيوكليوزس، وكمان عنده ديب فينوس ثرومبوز دي بي تي، وكمان عنده فيروس اي وبي. يبقى الاسباب هم اي ام ان زائد دي بي تي زائد فيروس A و B. طبعا مش دي الاسباب، دي العلامه نعلم بيها، ناخدهم حاجه حاجه. اول حاجه الاي في انفكشن وفي ايديوباتيك، الاي في انفكشن وفي ايديوباتيك. طبعا انفكشن في منها فيرال وبكتيريال، فيرال زي مين؟ الهيباتيتس جو سي، الحاجات الكرونيك بتعمل سيروز، وبكتيريال زي الاسندنج كولانجايت. الاي الثانيه ايديوباتيك، فاكرين في الكوليستيزس لما خدنا حاجه اسمها الايديوباتيك انتراهيباتيك فاميليال كوليستيزيس اللي خدناها في جدول مع البيلر اتريزيا، اه ما هي دي ايديوباتيك ومالهاش حل غير ليفر ترانسبلانتيشن. حلو الكلام؟ طب بعد كده الام الامراض الميتابوليك اللي كنت عمال اغني فيها من شويه، السيستيك فايبروز والفا واحد والكلام ده،
بعد كده الان نيوتريشنال زي حالات البي اي ام اللي هي بروتين انرجي مان نيوتريشن وحالات الكواشيركو. معايا يا دكاتره؟ فاهمين الكلام ده؟ طب بعد كده عندي في دي بي تي، الدي دراجز، الدي ايه دراجز زي الانتي كونفلسانت وزي الفا مثيل دوبا. عارفين الفا مثيل دوبا؟ بتاع ضغط الحمل، الدوميت، ضغط الحوامل. طب الفي فاسكولار، خد بالك معايا على السبوره. ايه بقى الاسباب الفاسكولار؟ بص السبوره كده، الفاسكولار اللي هي من الاخر الباك بريشر، الفاسكولار اللي هي الباك بريشر. بص كده، ادي عندي القلب اهو، انتوا عارفين ان البوستر فين بيخش بيطلع بايه؟ اثنين هيباتيك فين يصبوا في مين؟ في الانفيرو فينا كيفا اللي بيروح فين؟ الرايت سايد اوف الظهر. لو الفينوس ريتم ده، لو الباسوي ده حصل فيه اي قفله، هتلاقي الدم يركن فين؟ يركن في الليفر، ولو الدم ركن في الليفر يديك كونجيشن وايفنشوالي في الرغد في النهايه. معايا يا دكاتره؟ طيب هات بقى الاسباب من فوق لتحت. اول حاجه لو القلب حصل فيه فيلير ما عادش قادر يستقبل دم، حاجه من اثنين، لو في كونجستيف هارت فيلير او لو في رايت سايد هارت فيلير. يبقى لو في كونجستيف مكتوب عندك كونجستيف هارت فيلير، صلحها خليها كونجستيف اللي صحيح وانتوا بتذاكروا كده. ساعات يعني المذكرات بيكون فيها غلطات، ساعات مكتوب كلمه غلط، غلطه كتابه، هل بتلاحظوا ان دي غلط ولا كونجنتال؟ كونجنتال لا صحيح ولا بت لا شيء مبشر. اه زي فاكرين سيريبرال، سيريبرال ترومبوسايتوبينيا، والناس تفكر سيريبرال ترومبوسايتوبينيا اكيد دي وراها ورا الامور، امور يعني سيريبرال ترومبو ايوه سؤال لاولادك يعني. هي سيريبرال ترومبو في الفايتس، هي في الفايتس ولا بايلاترال كانسر في الكوليستين؟ بايلاترال انا بفكر بايلاترال وبايدين بقى ولا بايد واحده ولا طب لمين ولا اسمها حضرتك ولا ايه بالظبط؟ وهي كانت بكتيريال كانسر. اه طب دي خليها خليها كونجستيف، بلاش كونجستيف زي بعض، وزود جنبها رايت سايد كمان. يبقى لو في كونجستيف هارت فيلير او لو في رايت سايد ايه هارت فيلير. معايا يا دكاتره؟ طب بعد كده خد بالك معايا، ثاني حاجه في القلب لو في بريكاردال افيوجن، يبقى القلب حاجتين، لو في بريكاردال افيوجن او اي حاجه من الكونستريكتيف بقى اللي هم الريستريكتيف الجديد، او لو في هارت ايه فيلير. طب انزل تحت، لو في انفيريور فينا كيفا اوبستراكشن صح؟ يبقى لو في انفيريور فينا كيفا اوبستراكشن. طب انزل تحت، لو الهيباتيك فينت قفلوا، لو الهيباتيك فينت الكبار، الهيباتيك فينت الكبار اتقفلوا، باد كاري سندروم، باد كاري ديزيز، وان كان اولموست اولويز بيحصل في الادل، يعني نادر لما نشوف الاطفال. هو اكثر في مين؟ في الادل. واخيرا الفينز الصغيره اللي جوه الليفر، الفينيولز بقى الكليفيتريز دي، دي بيسموها الفينو اوكلوزيف ديزيز. فينو اوكلوزيف ايه؟ ديزيز. يبقى اذا من تحت لفوق فينو اوكلوزيف، باد كاري، انفيرو فينا كيفا، وفي القلب حاجتين هارت فيلير وبريكارديال افيوجن. فاهمين الكلام ده؟ صح قلت لك اصغر جيمس وكونستركتيف بريكارديال وكونستركتيف كارديومايوبتي كله صح. خدني دي كده حاجات ايه مشهوره يعني. معايا دكاتره؟ دي اسباب مين؟ اسباب اللي هو الفاسكولار كوز اللي هي بتعمل باك بريشر، يعني بيحصل كونجيشن، بيحصل ليفر كونجيشن. طب بعد كده عندي ايه في الاسباب كمان؟ التي توكسيك، توكسيك زي بعض السموم زي الافلاتوكسن. تعرفوا الافلاتوكسن؟ واحد من الفانجل توكسن. معايا؟ بيطلع لما الحبوب تتخزن غلط صح، وبيعمل هيباتيتس وبيعمل كارسينوما، قصدي بيعمل كانسر، بيعمل كانسر ليفر كانسر، واحد من الكارسينوجين. طب اللي فيكم عارف بيعمل انهي نوع من الكانسر؟ يعني انهي نوع من الكانسر ليفر؟ بيعمل نوع مفتري، نوع وسخ وسخ يعني، واد زايد ملوش حل، انجيو ساركوما. بيعمل حاجه اسمها انجيو ساركوما، وده لو جالك عام انجيو ساركوما ما تعالجوش، ده ميت ميت. دايما بيجي لك ستيج 4 وايد سبريد مالجنسي، مش هتعمل في ايه؟ ميت ميت. ده اللي عاوز اسبوعين يبقى له في عمره مع السلامه. يبقى الافلاتوكسين بيعمل كارسينوما كمان. معايا؟ الصور بيعمل ساركوما. يبقى كده قلت الايه؟ قلت هو الافلاتوكسين. طب بعد كده التوكسينز الثانيه زي المشروم، في بعض عيش الغراب بيكون فيها فطر، بيكون فيها ماده اسمها الماسكارين، دي برضه جاته ايه؟ توكسيك. طب بعد كده الاي والبي، الاي اللي هو الاوتو اميون كوز، اوتو اميون كوز زي الالتراتيف كولايتس وزي البرايمري سكليروزنج كولانجيتس. واخر حاجه البي، البيلياري كوزز، لو تفتكروا اللي خدناها في النيونات وخدناها في الكوليستيزس، وان كان هنا مزود شويه، كنا خدناهم في النيونات وقلنا الاسباب هم الايه والبي والسي، ده الاوبستراكتيف اي وبي وسي.
الايه كان الاجيلي سندروم فاكرينه؟ يبقى الاجيلي سندروم. دي حاجتين، بيلياري اتريزيا او بيلياري هايبوبليزيا. يبقى لو في بيلياري اتريزيا او انترا هيباتيك بيلياري هايبوبليزيا. طب السي اول حاجه فاكرين حاجه اسمها كوليدوكال سيست؟ كوليدوكال دي كانت عباره عن ايه؟ لو البايل داكت الكبيره وسعت يبقى سيستك دايليتيشن في الكومون بايل داكت. فاكرينها لما الكومون بايل داكت اللي هي الماسوره الام توسع كان اسمها كوليدوكال سيست. امال بقى لو حكايه السيستك دايليتيشن حصلت في المواسير الصغيره اللي جوه الليفر اللي هي الداكتيول، لو حصل سيستك دايليتيشن في الانترا هيباتيك داكتيول دي اسمها كارولي ديزيز. اسمها ايه؟ كارولي ديزيز. يبقى السي الثانيه لو حصل كارولي ديزيز اللي هو انترا هيباتيك بيلياري سيستك دايليتيشن. فاهمين الكلام ده؟ او ساعات يكون المشكله في الهيباتيك داكت اللي طالعين من الليفر الكبار برضو طالعين من الليفر، يعني عنده كونجنتال هيباتيك هايبوبليزيا. عنده ايه؟ كونجنتال هيباتيك هايبوبليزيا. دي اسباب مين؟ دي اسباب الكرونيك اسباب السيروز. طيب عندك في حاجه اسمها الكلينيكال باترن. عندك حاجه اسمها الكلينيكال باترن. يعني ايه الباترن ده؟ انتوا عارفين الكلام ده. يعني اسمها دكاتره العيان السيروتيك اللي خلاص بقى دي كومبنسيتد بقى انفاليور، يعني قلنا الحصه اللي فاتت يا هيجي لك باعراض الفاسكولار دي كومبنسيشن اللي هي مين؟ بوكتر هايبرتنشن، يا باعراض البارينكيميتس دي كومبنسيشن اللي هي مين؟ ليفر سيل فيلير، وهنشرحهم بالتفصيل دلوقتي. معايا دكاتره؟ لا مش كلهم حاجات بس يوم كده. يلا دكاتره صلح بس عندك، انا مش مطلع لك بقى ايران من تحت التفصيل من تحت، بس اهم حاجه مكتوب عندك بس في الفاسكولار دي كومبنسيشن بوكتر هايبرتنشن مكتوب مي بي 1 2 2 بوكتر هايبرتنشن. بوكتر هايبرتنشن مكتوب تحتها هايبر سبرينيزم. الهايبر سبرينيزم اللفظ مش دقيق، خليها سبرينوميجالي، خليها سبرينوميجالي، لان مش بالضروره مع السبرينوميجالي يحصل هايبر سبرينيزم. يا دكاتره انتوا عارفين القاعده العامه، اي هايبر سبرينيزم معاه سبرينوميجالي، بس مش اي سبرينوميجالي معاه هايبر سبرينيزم. فاهمين قصدي ايه؟ ساعات مش دايما بوكتر هايبرتنشن من الكومبليكيشن بتاعته هايبر سبرينيزم، بس مش دايما، عشان كده قلت لك غير اللفظ. الادق سبرينوميجالي لازم يحصل سبرينوميجالي، بس مش لازم يحصل هايبر سبرينيزم. معايا يا دكاتره؟ هو ايه يعني؟ عشان اقول السنه خالص ايام زمان كنت لما حاجه اسمها دايجنوستيك كرايتيريا اوف هايبر سبرينيزم، اربع خواص، اربع خواص كده هايبر سبرينيزم. هايبر سبرينيزم يعني الدريم فانكشن زايده، اربع خواص منهم اللي الدريم يكون كبير، يكون في بريفرال مونو او بانسايتوبينيا، في تيست اسمه كروم ابتيك بتلاقي الدريم بياخد بزياده، ولما تشيل الدريم يخف الاعراض. دي الاربع خواص للتشخيص. يبقى اذا اي هايبر سبرينيزم معاه سبرينوميجالي لانه من خواصه، بس مش اي سبرين كبير معناه هايبر سبرينيزم. معايا؟ فاهمين الكلام ده؟ جميل قوي. طيب مكتوب بقى عندك حته مهمه قوي قوي قوي، وحته مش عارف ازاي بتكون لابسه في دماغه كده مش فاهم ازاي. يعني الكلمه اللي اقولها خد بالك منها يا دكاتره، كلمه سيروزس لا تساوي فيلير. لفظ سيروزس لا يساوي فيلير، يعني مش بالضروره السيروتيك ليفر يكون فيلير، مش بالضروره السيروتيك ليفر يكون فيلير. بعمارك ما قلت لك امبارح انك في التشخيص اخر السنه وانت بتقول للدكتور قال لك حالتك ايه؟ بقول له حالتي سيروتيك ليفر سبرينوميجالي وبوكتر هايبرتنشن، اقول كمبنسيتد او دي كمبنسيتد حسب ما انا شايف. بقول كمبنسيتد او ايه؟ او دي كمبنسيتد. فاهمين الكلام؟ يبقى اذا احتمال السيروتيك ليفر يكون كمبنسيتد يعني لسه ما حصلش فيلير، واحتمال يكون دي كمبنسيتد يعني يجي باعراض الفيلير، والدي كمبنسيشن قد يكون فاسكولار او بارينكيميتال. يبقى اذا كلينيكال بيكتشر بتاع السيروزس قد يكون كمبنسيتد وقد يكون دي كمبنسيتد. طب ناخد اول حاجه الكمبنسيتد، ما دام كمبنسيتد يبقى العيان ما عندوش مانيفستيشنز اوف ايه؟ اوف ليفر سيل فيلير خالص. ممكن انت بقى تيجي تحس عنده الليفر تلاقيه انلارجد، بقول لك ممكن يعني زاد او ناقص. ممكن تحس الاسبرين تلاقيه محسوس سنه يعني برضه زائد او ناقص. تيجي تعمل ليفر انزيم تلاقيها عاليه سنه بسيطه. الحاجه الوحيده خد بالك الليفر لازم تكون حافظ صم، لان بقول لك انت لما تشتغل بطنه باذن الله لما تخلص لو الدكتور اشتغل بطنه مش هتشتغل غير ليفر، معظم حاجات ليفر وقلب. فتكون فاهم الليفر بالالفاظ اللي انا هقولها لك اللفظ معناه ايه وتشك ازاي. ساعات عين الليفر بيكون قاعد كمبنسيتد بقاله خمس ست سنين وبنشوفها كتير، واحد عنده سيروزس وبقاله سنين سيروتك وما بيشتكيش، وبعدين جاي لك بعدها بقى ايه دي كمبنسيتد خلاص، فجالك باعراض الفيلير، جالك باعراض الايه؟ الفيلير. اروح انا ساله يعني معقول بقالك يعني ما اشتكيتش خالص بعد كده؟ اصل منظر زي ده معناه ان هو تعبان بقاله خمس ست سنين،
اقول له انت ما اشتكيتش خالص؟ يقول لك لا ما كانش في اي حاجه. الحاجه الوحيده اللي كنت بحسها ان انا بقالي بتاع 3 أو 4 سنين مجهودي قل، بقيت بهبط بسرعه، ونفسي بتغمى عليها، ما باكل كتير، نفسي تثبت على الاكل. يبقى انوركسيا وفاتيجابيلتي هي اعراض ما تخليكش تشك لانها فيج، فاهمين قصدي ايه؟ ولكن لما تطول يشوف تطبيق في الليفر. لما عيان يشتكي من فاتيجابيلتي بقاله فتره، عملنا اكسكلوجن الحاجات المشهوره انيميا وكلام من ده، وخد حديد وخد فيتامينات وبرضه ما تحسنش، لازم تبعته يعمل ليفر فانكشن، لازم تثبت الليفر معايا دكاتره. جميل قوي. دي الايه؟ الديكمبنسيتد. الكمبنسيتد، طب خش على الديكمبنسيتد، هاتهم من تحت. الديكمبنسيتد قلنا ممكن يحصل بارينكيميتال ديكمبنسيشن او يحصل فاسكولار ديكمبنسيشن. طب اول حاجه البارينكيميتال اللي هي اعراض الليفر سيل فيلير، بيتهيألي عندكم دي محفوظات. ليفر سيل فيلير اعراضه في هيباتيك وفي اكسترا هيباتيك. ممكن تاخد الكلام زي ما هو صوته في البطنه، زي ما هو كده متلخص ومتظبط عندك في البطنه. الليفر سيل فيلير 15 صفحه في الامتحان بيكسروا على بعضه. الكلام ده كامل وفي الكلام متظبط بالانجاز اللي حاطه في الامتحان. معايا يا دكاتره؟ في اعراض هيباتيك وفي ايه؟ اكسترا هيباتيك. طب ايه الاعراض الهيباتيك؟ ايه السيمبتومز؟ اول حاجه هيشتكي من الحاجات النون سبيسيفيك، فاهم وانفاك. معايا يا دكاتره؟ فاهم وانفاك، فيفر، انوريكزيا، هيديك، ماليزيا، الحاجات دي، وابدومنا البين والكلام ده. حلو. بس مع الحاجات دي ثلاث كلمات بتوع ليفر بقى، ركزوا معايا يا دكاتره. هتلاقي عنده فاهم وانفاك والحاجات بتاعت الليفر اللي هي ايه بقى؟ جوندس، هيماتيميزيس، او ميلينا. معايا يا دكاتره؟ يبقى يجي عنده كمان ايه؟ يشتكي من ايه يعني؟ من جوندس، او ساعات يقول لك برجع دم، او ساعات يقول لك بلاك ستول، ملينا. معايا يا دكاتره؟ يبقى ايه السيمتوم؟ فاهم وانفاك زائد جوندس زائد هيماتيميزيس زائد ملينا. معايا يا دكاتره؟ طب نخش بقى على الساين. الهيباتيك برضه بتكلم في الهيباتيك. اولا جنرالي لما تيجي تبص في الكومبليكشن بتاعه احتمال تلاقي عنده اي لون. يعني ساعات بتلاقي جوندس، بيكون ايه سببها؟ هيباتوسيلولار. ساعات بتلاقي بلوك، ايه سببه؟ انيميا، وهنعرف دلوقتي ليه عنده انيميا. وساعات بتلاقي عنده ساينوزس. امتى بقى؟ امتى يحصل ساينوزس وبيكون سنترال ساينوزس في الليفر سيل فيلير؟ بورتو بالمونري سندروم، صح؟ لو حصل لفظ مهم قوي اسمه بورتو بالمونري سندروم، هنقول دلوقتي. لو حصل بورتو بالمونري ايه؟ سندروم، يبقى احتمال تلاقي جوندس او ساينوزس او بلوك. اجي ابص على طوابعه الاقي ايه؟ كلابنج، بيكون غالبا نوعه بيل كلابنج، وان كان ساعات بيكون بلو في حالات مين؟ بورتو بالمونري سندروم. ما هي دي مش حاجه. معايا يا دكاتره؟ طب خش بعد كده على النيورولوجيكال، ساعات بتلاقي عنده انكفالوباسي، دي كلها اعراض ليفر. معايا يا دكاتره؟ طب نخش بقى على الاكسترا هيباتيك. ايه هي الاعراض الاكسترا هيباتيك؟ اول حاجه من فوق نيورو، انتوا عارفين بيبقى عنده انكفالوباسي، وهتشرح في الحصه الوحيده الحصه الجايه مع بقيه الحاجات. زود بس على النيورولوجيكال، بقول لكم ايه؟ عايزك بس تحفظ عناوين عشان ليفر سيل فيلر كتير. بص بالترتيب كده، في نيورو، في قلب، في شيست، في جي اي، في رينال، خمسه سيستم هم، خمسه سيستم، وفي حاجات جنرال بقى، في سكن درماتولوجيك، في بلاد هيماتولوجيك، في اندوكراين، اندوكراينال، في تغذيه نيوتريشنال. حلو الكلام؟ حاجه حاجه، قلنا نيورولوجيك هيبقى عنده ايه؟ انكفالوباسي، زود بس عليها فلابنج تريمور. يحصل له فلابنج ايه؟ تريمور. طيب انتوا عارفين لفظ فلابنج تريمور بيساوي جميل اورجان فيلير، اخر كلمه واحده، فلابنج تريمور بيساوي اورجان فيلير. يعني مش مشغول في الليفر فيلير، في الريسبيرتو فيلير، في الرينال فيلير، ساعات مع الهارت فيلير. شوف الايه؟ حاجه اسمها فلابنج تريمور. طب بعد كده بعد النيورولوجيك القلب، القلب بقى يا دكاتره اوعى تنسى ان الليفر سيل فيلير واحده من ايه؟ من الهايبر دايناميك سيركوليشن، واحده من الهايبر دايناميك سيركوليشن. يعني هتلاقي عنده البلاد بريشر ايه؟ السيستوليك عالي والدايستوليك واطي، وهتلاقي الكارديك اوتبوت عالي. طلع عندك عشان بتدرسه في المذكره اول قصيده كوب مكتوب عندك لو كارديك اوتبوت، طلعها. ما هو ده اسمه هاي كارديك اوتبوت فيلير. يعني جايين لاخر السنه يقولوا في حاجه اسمها كارديك اوتبوت عالي في هارت فيلير. يعني ما انا يغمى عليا، الهارت فيلير يا اما هاي كارديك اوتبوت يا اما لو كارديك اوتبوت فيلير. مش شنو عندي؟ هاي كارديك اوتبوت فيلير اللي هو مين؟ حالات الهايبر دايناميك. وقعدنا نغني فيها لما قلنا قلب فاشل عشان مش ملاحق على احتياجات الجسم، مع انه بيطلع بزياده بس برضه مش ملاحق. معايا دكاتره؟ طيب يبقى اذا بتلاقي عنده ايه؟ هاي كارديك اوتبوت وعنده
لو دايستوليك بريشر، طلع منها سهم في جنب كده من العنوان من الكاردياك، طلع في جنب كده قول يعني هايبر دايناميك سيركوليشن في الفراغ اللي في جنب المساحه فاضيه، يعني هايبر دايناميك سيركوليشن. طب السؤال بقى هو ليه رجاله ورا ايه ده الله يستر ايه ده ريت يعني. يبقى قلنا ايه هايبر دايناميك سيركوليشن، حلو الكلام. ليه بقى ليه عيان الليفر سيل فيلير عنده هايبر دايناميك سيركوليشن؟ ايه اول حاجه انيميا صح، يبقى راحت انيميا. ايوه فاس دايليتيشن عشان اكيوميليشن، يبقى اول حاجه انيميا. ونمره 2 اكيوميليشن اوف فازو دايليتور سابستنس، الدم متكون فيه الفازو دايليتور سابستنس، ما بيحصلش ميتابوليزم، ما الليفر بايظ فبتكومه. زي مين بقى المواد دي؟ زي البرادكاينين وزي البروستاجلاندين. اهم واحده مين يعني اكتر الموست بوتنت دايليتور في الليفر ديزيز هو مين؟ فيرتين. مش هيجي في دماغك فيرتين، فيرتين. لو ان الموست بوتنت دايليتور اللي متكون في الدم هو فيرتين معايا، يبقى فيرتين وبراديكاين وغيره. اهم حاجه الفيرتين ده. بص انا كده قلت ان هايبر ايه دايناميك. طبعا مدام هايبر دايناميك، لما تسمع كلمه هايبر دايناميك في بطن او في اطفال اقسم الاربع كلمات اللي قالهم دول، اربع كلمات اكتبهم كده. اول كلمه اكتب كده هتلاقي عنده ووتر هامر بامب، ووتر هامر بامب. يكتبوا مع البيكتشر، يكتبوا مع البيكتشر، انا مش عارف اعمل ايه. ووتر هامر بامب. نمره 2 كابيلاري بلتيشن، كابيلاري بلتيشن. نمره 3 ورم هاند، يبقى ايه زافيه ورم هاند. نمره 4 فانكشنال ميرمر، يبقى تاني قلنا الاربع كلمات دول اقصهم معايا ايه؟ هايبر دايناميك، ووتر هامر، كابيلاري بلتيشن، ورم هاند مع فانكشنال ميرمر، هيميك ميرمر. بص يا دكاتره بالمره عشان جت لسه، اوعى في البطنه اسمع كلامي، اوعى في البطنه في الكلينيكال بالذات لو اتسالت في هايبر دايناميك تجيب سكه الكابيلاري بلتيشن، ما تجيبش سكه الكابيلاري بلتيشن لانه هيخرب بيتك. هيخرب بيتك ليه؟ هيمسح بيك بلاط الكابيلاري بلتيشن اسئله. ما انت بتقول له حاجه هو عارف انك ما انتش عارفها. يعني لا هيبدا معاك يقول لك ازاي تفحصها، ازاي تفحص كده بلتيشن. اللي فيكم داخل وعارف هيروح قايله كذا طريقه، هيقول لك اتك على طرف الصبع كده، بصوا الضفر، الضفر اتك على طرفه من قدام خالص، لما تتك عليها هتلاقي صبعك ابيض. لو عندك كابيلاري بلتيشن هتلاقي البياض داخل فيه بلتيشن خبر كده. حلو، هيقول لك طريقه ثانيه، تقول له اجيب شريحه واتك على الشفه من جوه كده اهو، فاهمين؟ يبقى اتك على ايه؟ اتك على الشفه من جوه، هتلاقي برضه الشفه ابيض. يبقى شريحه ازاز اتك بيها على الشفه هتلاقي الشفه ابيض، هيحصل برضه فيها ايه؟ بلتيشن من جوه، يبقى ده ايه؟ كابيلاري. طريقه ثالثه في الفور هيد، انتوا عارفين الطريقه، كاتش والكلام ده. طريقه رابعه هات شريحتين وافعص الاير بينا، هات شريحتين وافعص الاير بينا بيهم، شريحتين ازاز وافعص كده بينهم، هتلاقي الاير بينا تبيض. لو حصل فيها بلتيشن يبقى كابيلاري بلتيشن. طبعا لما انت هتجاوب هو هيتجنن، انت ازاي تجاوب؟ انت ازاي تجرؤ انك تجاوب؟ ازاي عرفتها يعني كلام زي ده؟ انت بترسم عليا يعني؟ طب خد يا جميل تعالى قول لي بقى يا حبيبي بلسيتنج اير بينا اسمها ايه؟ وقول لي بلسيتنج بيوبل اسمه ايه؟ وبلسيتنج ريتنا اسمها ايه؟ وبلسيتنج سبرين بقى، وبلسيتنج ليفر، وبلسيتنج كل حاجه في الدنيا، وبلسيتنج يوبولا جوه، وبهدله قله ادب يعني. اول حاجه عندي البلسيتنج، بلسيتنج مثلا بيوبل اسمه ايه؟ عارفينه انتوا؟ لاندولفي ساين صح؟ بلسيتنج بيوبل اللي هو بلسيتنج بيوبل، لاندولفي ساين، لاندولفي ساين، لاندولفي. طب بلسيتنج ايه بينا؟ كوينكي ساين، كوينكي ساين، كوينكي ساين. دي بلسيتنج ايه بينا؟ لو عاوز تعرف يعني بلسيتنج ده اخر السنه، في ناس خلصوا البطنه مره واثنين على فكره، في ناس زمايلكم خلصوا البطنه مره واثنين وبيراجعوا اكلاكيت ثالث مره، حياه ربنا كده يعني. انتوا لو انتوا لسه في مرحله اول مره يبقى ولسه حتى يعني المفروض انك اول مره بتاخد الكلام الخفيف، ثاني مره بتاكد وبتاخد كلام بزياده، انت مقرب على اخر السنه بتاخد كلام كمان الكلام الكلينيكال في دماغك اللي بتسال في الشفوي وحاجات محفوظه، فاهمين؟ الله معكم زادكم. يبقى الكوينت اللي هو ايه؟ الكوينت اللي هو بلسيتنج اير بينا. طب بلسيتنج ريتنا اسمها ايه؟ بلسيتنج ريتنا بيكر ساين، بيكر ساين، بيكر. وطبعا ده مش هيتشاف غير بالاوفتالموسكوب، مش هيتشاف غير بالاوفتالموسكوب. بلسيتنج ريتنا محدش يقول له بلسيتنج سبرين ولا ليفر عشان ده مش كابيلاري. بقول لك ليفر وسبرين، تقول لي كابيلاري ليفر وسبرين، ما هو مش كابيلاري بلسيشن. عامة اسمهم
الاسبرين اسمه جيرهارد، جيرهارد ساين وبالسيتنج ليفر روزنبيخ ساين. معايا دكاتره دي ساين بتاعت البالسيشن. يبقى كده قلت الحاجات الكارديال. انتوا معايا دكاتره؟ انتوا تضحكوا ليه؟ اللي عاوز يعرفهم يعرفوا، مش عاوز يعرفهم ما يعرفش. ده مش الاطفال، ده للبطنه مش ليا انا. المهم يبقى قلت عندي في حاجات نيورولوجيك وفي عندي حاجات كارديال. رجاله خلينا ننجز بقى. ثالث حاجه البلمونري، الاعراض البلمونري. اكتب بين قوسين كده، اكتب بين قوسين بورتو بلمونري سندروم، بورتو بلمونري سندروم. شد السهم منها واكتب اوفبورد بروجنوزس، واكتب اوفبورد بروجنوزس. لو حصلت هيموت هيموت، لو حصلت هيموت هيموت. يبقى اكتب بورتو بلمونري ايه سندروم. طيب بورتو بلمونري سندروم هتلاقي العيان جاي لك عنده ايه سنترال ساينوزس وديسنيا. الفكره بقى ازاي؟ عاوزين نعرف بتحصل ازاي؟ ايه الباثوجينز بتاعها؟ بصوا يا دكاتره، مش انتوا عارفين ان في حالات الليفر سيل فيلير والبورتال هايبرتنشن بيتفتح كولاترال؟ كولاترال. طب ما هو من انواع الكولاترالز اللي بتفتح حاجه اسمها البورتو بالمونري كولاترال. بص معايا على السبوره عشان مش فاهمها في البطن يفهمها. خد بالك معايا. بص يا دكاتره، ده القلب اهو داخله حاجه اسمها بالمونري فين، صح؟ هي البالمونري فينز دي جايبه الدم منين؟ البالمونري فين؟ جايبها من اللنج، جايبه الدم من اللنج من ورا. الرجاله ورا ايده لو سمحت، مش هقولها تاني الله يكرمكم ايده يعني. يبقى قلت ورا في ايه؟ في عندي حاجه اسمها بالمونري فينز بتجيب الدم منين؟ من اللنج. حلو الكلام. طب الدم اللي في البالمونري فين بيكون دم عامل ازاي؟ اوكسجينيتد. فين شايل دم اوكسجينيتد؟ بيروح بقى الليفت سايد ويتضخ في السيركوليشن ويغذي كل الجسم. يعني المفروض البالمونري فين يخش دم اوكسجينيتد. حلو الكلام. طب شوف بقى في حالات البورتال هايبرتنشن ساعات بيفتح حاجه اسمها بورتو بالمونري كولاترال، يعني كولاترال بين البورتال فين وبين البالمونري ايه فين. ما احنا اتفقنا في البورتال هايبرتنشن الدم مش عارف يوصل الليفر، صح؟ عشان البريشر هنا عالي. اه فتلاقي كولاترال بيفتح كده. كولاترال بين مين؟ بين البورتال فين تريبيوتريز وبين البالمونري فين. يعني ايه اللي هيحصل؟ هتلاقي الدم يمشي من هنا من البورتال فين اللي هو جايب دم معظمه فينوس من هنا من جي اي ويوديه على البلمونري فين. يعني البلمونري فين ده يخشها دم فيه اكسجين قليل، وما دام الدم فيه اكسجين قليل يعني فيه نقص في الاكسجين ساتوريشن يحصل سنترال ساينوز. ادي اول حاجه. ده مش بس كده، ده كمان جوه اللنج. جوه اللنج بص كده، اللنج اهي، اللنج المفروض بيخشها بلمونري ارتري، صح؟ جايب ده منين؟ بلمونري ارتري جايب ده من انهي داهيه؟ من الرايت فينتركل. ودم عامل ازاي؟ فين لون اوكسجينيت، دم لون ايه؟ اوكسجينيت. المفروض يخش اللنج يحصل له اوكسجينيشن ويطلع بايه؟ بالفين. حلو الكلام. في البورتال هايبرتنشن كمان ساعات بنلاقي حاجه اسمها انترا بالمونري ايفي شنط. انترا بالمونري ايفي شنط يعني شنط كده اهو بين الارتر وبين الفين من غير ما يعدي على اللنج، من غير ما يحصل اوكسجينيشن. فتلاقي برضه دم فينا راح فين؟ راح بالمونري فين. يعني برضه الاكسجين يبقى قليل، يعني برضه يحصل سنترال. طيب مش بس كده، ده كمان مش عنده اسايتس. طب ما هو الاسايتس لو كان تنس هيتسك على اللنج من تحت ويعمل بيزل كولابس، ولو عمل بيزل كولابس برضه هينقص الفنتليشن ويعمل لك برضه سنترال ساينوزس. واخيرا بيكون في حاجه اسمها فنتليشن بالفيوجن ميس ماتش. هتلاقي مكتوب عندك رقم 3 نقص اللنج بالفيوجن، اشطبها واكتب مكانها فنتليشن بالفيوجن ميس ماتش. لفظ حلو يعني، فنتليشن بالفيوجن ميس ماتش. ايه؟ لا ديفرنت مفهومك الفايت، لا بقى كتير، عدي من المثل. ايه؟ فنتليشن بالفيوجن ميس ماتش. اه دي اسباب بورتو ده باثوجينيسيس، يعني ازاي بيحصل بورتو بالمونري سندروم؟ يعني ليه بيحصل سنترال ساينوز؟ ليه بيحصل سنترال ساينوز؟ معايا يا دكاتره؟ خد بالك ان الموضوع ده اوفبور، اوفبور بروجنوزس. يعني لو حصل ملوش حل غير ليفر ترانسبلانتيشن لو لحقته اساسا. معايا دكاتره في الشمس؟ ليه؟ ماليش علاقه الدم ما عادش يخش من بالمونري للون، بيعدي على طول بشنط فين على طول. معايا دكاتره؟ خد بالك معايا بقى، هات الحاجات الرينال، اهم حاجه هيبات ورينال سندروم، هنشرحها في حصه لوحدها مع الكيفالوجي في الحصه الجايه. طب ماشي، يبقى الهيبات ورينال ايه؟ سندروم. طب بعد كده خد بالك معايا الحاجات بقى الثانيه. اولا هيماتولوجي كان بيحصل له ايه؟ في الدم انيميا وبليدنج. ليه انيميا؟ لكل الاسباب، بينزف
بيحصل له هايبر اسبلنيز، عنده نقص في الايرن وفي الفوليك اسيد عشان بتخزنه في الليفر. الحاجات دي كلها ايه بتعمل انيميا. طب ثانيا بيبقى عنده بليدنج، بيحفظك في البطنه. اسمعني كده، بيحفظك في البطنه. لما يسالك ليه في رينال فيلير او في الليفر فيلير بيحصل نزيف، تقول الصمبه ليفر فيلير او رينال فيلير. لو قال لك ليه بيحصل نزيف بتقول الصمبه. ايه الصمبه دي؟ ان البليتلت مضروبه نمبر وفانكشن والكوجريشن فاكتور قليله والفايبرين ريتك سيستم زايد، صح؟ اتفضل. ليه الكوجريشن فاكتور نقطه في الليفر ديزيز؟ فيتامين كي مضروب، فيتامين كي مضروب اهم حاجه، صح؟ معايا دكاتره، ما هو الليفر بايظ ما عادش بيطلع الفيتامين كي ديبندنت فاكتور، ده اول حاجه. نمره اثنين ايه كمان؟ ليه البريتلت مضروبه؟ بريتلت هايبر اسبلنيزم، هايبر اسبلنيزم. طب زود عندك كمان ثرومباسينيا. طب ليه في ثرومباسينيا؟ الدنيا ليه؟ ايوه عشان البريتلت. اكتب كده، عشان البريتلت كوتد بابنورمال بروتين جلوبولين. يبقى الثرومباسينيا ايه سببها؟ ان البريتلت كوتد بابنورمال جلوبولين، كوتد بابنورمال ايه؟ جلوبولين. واخيرا زود كمان واحده، ان بيكون في زياده في الفايبرين وليتك سيستم، زياده في ايه؟ ما بيحصلوش ميتابوليزم. البلازمينوجين المفروض بيتحول البلازمين يعمل شغل ويتكسر، هنا ما بيتكسرش بيتكون. بارتين معايا دكاتره، ده اللي هو الايه؟ اسباب النزيف. طب بعد كده اندوكراينال، احنا عارفين الراجل بيحصل له ايه؟ الراجل ديمونايزيشن، فاكرها الحريم ابي فوق الشجره، شوف كده لابس المايوه وقاعد على المكوى وعمال يغني هنا لوكي، هتلاقي عنده صدر كبير كده كانه لابس حديد. هو مش حديد، هو جاينيكو ماسيا، جاينيكو ماسيا، شعره ناعم، ديمونايزيشن. هو كان اند ستيج ليفر ديزيز ديمونايزيشن، حلو الكلام؟ هتلاقي خلاص مفيش بودي هير خالص عنده، حلو الكلام؟ معايا دكاتره بتلاقي عندهم دريد بيوبرتي، عندهم دريد ايه؟ بيوبرتي. فمن الكلام ده؟ دي كلها اعراض ايه؟ اندوكراين. خد بالك من الجايه دي، اسمعوا يا دكاتره، بتاع الليفر بيحصلوا دايابيتس، صح ولا غلط؟ فاستنج هايبوجلايسيميا مع بص برانديان هايبر جلايسيميا، وعلى المدى الطويل بيحصل له دايابيتس، مش حاطط كلها في بطنه؟ طب ليه بتاع الليفر بيحصلوا دايابيتس؟ سببين. اول سبب انسولين ريزيستنس، انسولين ريزيستنس، ان بنلاقي مع الليفر ديزيز ان بيحصل انسولين ايه؟ ريزيستنس. طب ليه؟ عشان بيتكون في الدم شويه سموم، السموم دي بتنقص حساسيه الانسولين ريسبتور للانسولين، ما عادش يستجيب ليه. معايا يا دكاتره؟ طب ثانيا نقص الليفر ابتيك، ما عادش الليفر بيعرف يعمل ابتيك للجلوكوز فيتكون في الدم، يحصل هايبر جلايسيميا. يبقى ايه السبب؟ حاجتين، انسولين ريزيستنس مع نقص الليفر ايه؟ ابتيك. طب اخيرا العيان ده في الجلد بيحصل له، انتوا عارفين بيحصل له بالمر اريزما، بيحصل له سبايدر نيفاي، زود بيربرا، زود كام بيحصل له بيربرا. طيب هي الاسبايدر نيفاي فين؟ السبايدر نيفاي دخل فين؟ صح؟ في الاريا اوف ديستريبيوشن اوف سيرو فينكيزا، صح ولا غلط؟ فين يعني؟ فين الكلب؟ اباف الاين جويننج بوست نيبل، اباف الاين جويننج بوست نيبل، تفسيرها مش معروف لحد دلوقتي، مش معروف السبايدر نيفاي دخل ليه؟ معايا يا دكاتره؟ مش معروف السبب بالظبط، وش معنى في الاريا اوف سيرو فينكيزا. معايا يا دكاتره؟ ده اللي هو الايه العرض؟ حصل كام؟ الموبايل ده